اهلا وسهلا، كيفاش نسوما؟ اليوم درت لكم بلوك بفوسط لي روي مارلين، فيها فواق بفوسط لي روي مارلين، حيت جيت نشوف الكاغط من الحال اربعه الفواقه فيها فواقه فرنسوي يقول لغوان لا لي روي مارلين. نعم اسمح لي، حنا عندنا لي روي مارلين. المهم جا لي روي مارلين، بغيت نشوف كاغط من الحال ان شاء الله ربي. كاغط الحيط من جهه ديالكم على الجهه اللي عندنا فيها مستوى الكراسه ديالها. هي صراحه بيني وبينكم انا كنكري واحد الموديل اللي ببالي، كنت غادي نشريها اونلاين ونجي لموراه هنا المحل، حيت كنت عنده زعما هنايا لكن ما شفت نطلبوا، ما خلانيش نعمل الطينده اللي بغيت انا. كان كيعطيني غير واحد الطينده اللي ما عندوش شي حداها. شوفوا هذا هو كاغط اللي كان عندنا قبل في الدار ديالنا، عقلتوا على هيك هذا هو اللي كان عندنا قبل. صراحه مزيون، ما عمر طلع لي في راسي حاجه ملي كتكون سيمبل ما عمر كطلع لك في راسك. شوفوا عندهم 23 يورو، ولكن هاد المره بغينا نبدلو، ما كرهتش نعاودو ولكن غنبدل حيت شي حاجه اخرى. شوفوا هذا السحام مزيون، حتى هو فنيون. صراحه انا جيت ندي هذا، دابا مشكله ملي شفت يا اخو عاوتاني حتى هو عجبني. اجا اسامه جيب فرصه للحمول ديك، جيبو واجيب شنو نقارنو. سمعت جيب شوف هذا حتى هو عجبني، انا عندي علاقه مع الصالون ديالي، شنو احسن هذا ولا هذا؟ صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم فيديو جديد. كيفاش نتوما حبيبات ديالي؟ ما عرفتش فوقاش كتكونوا كتفرجوا هذا الفيديو، هذا شحال يكون بدا رمضان شحال يكون باقي واش ما عرفتش. حاليا دابا حنا اليوم الجمعه، الجمعه السبت، يمكن الحد يكون رمضان ولا غادي يكون ها الاثنين، ما عرفتش. عندك نحط لكم هذا البلوك هذا ولا نحط لكم شي بلوك اخر قبل منه. صراحه ما عرفتش لقيتوني باقا مرونه، اول مره غادي يصير رمضان هكذا وانا باقا مرونه، الذكر باقا ما وصليش. مهم الحمد لله على كل حال ماشي مشكل. هذا العام هذا الشيء اللي طالاه عقلي ما قدرش يستحمل بزاف حتى دقه واحده. بغينا حبيبات ديالي في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، واخيرا 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 عاوتاني كانت الحاجه على قلبي بزاف بزاف بزاف، هي غادي نبدلو هذا المنظر هذا اللي موراكم. غادي نعملو هنايا ان شاء الله ربي هنايا غنعملو كاغط ديال الحيط. انا غنقلب لكم الكاميرا. المهم كما عارفين عندي هنايا الصوفا، وهنايا عندي مستوى الكراسه ديالها كي نورمالمنتي مالي نورمالمنت كتكون عندي بحال هكذا هنايا هيدا. عيش النوم عندك شطات وداك الشيء كنت قلبتها خليتها هكذا، قلت اصلا دابا غادي نحيدها كامله باش نقدر نخدم هنا على خاطري. بونو هذه هذه البنات بغيت نعدل شي حاجه بركي جاني مويا بريضه ومي صوصو موي بلانكو، يعني بياض بزاف جا بحال لي مويا بريضه. وصراحه نحل لكم هذا باش يبان لكم احسن. هذاك الشيء فكرت غادي نعمل كاغط ديال الحيط. والسبب الثاني علاش على قلبي بزاف نعدل كاغط هي هاد اللعيبه هادي، هذا واحد الغلط وقع انا نشرح لكم. مش نهضر هادي، لقينا الجهه دي هيدا محلوله فالي، حيت اللي كانوا قبل مننا مول الدار الاولى هذا كان عندهم بيت النعاس فالي، وهنايا هنايا كان عندهم ابل فالي انترفيس. ومع الوقت شنو يعملوا هارو الحيط هذا ديال هنايا، كانوا هارو النص ديالو، هارو هذا الحيط هذا وشدوا ديك الباب وردوا هذا مع الكوميدور. هذا ملي كان عندهم بيت ما كانش فيه السارجم، يعني كان خصو ضروري بحال غنقول لكم واحد بنتيلاسيون، وهذا كانوا عاملينه على بنتيلاسيون. حنا ملي جينا نعملوا الاصلاحات ما رديناش بال، ديك الساعه ما ركزناش على هذاك، يعني ما رديناش بال فهمتوا. اما صراحه ملي كنا كنعملوا الاصلاحات كان خاصنا نكونوا حيدنا اللعيبات هذا وغطيناه. بروا بوينو نو باس انا دا لو كيستايت تو ستايت، ديك الساعه حنا كان بالنا محلات اخرين كبار على هذا، داك ما كانش كيبان لنا حتى رحلنا وجينا. قلت له اسامه هذاك علاش ما غطيناش؟ المهم على كل ماشي مشكل، دابا انا غادي نغطي ان شاء الله بالكاغط ديال الحيط. انا غنوريكم الكاغط اللي شريت، واخا صراحه فتحها سارجم ما كنساش الضو بزاف هنايا، حيت باقي الجهه هادي باقي ما بقى السمره في الجهه هادي هنايا حتى عندك ثلاثه ولا هكذا هكا الضو ضرب الشميشه. داكشي عملت ارو ديالو تشوفوني احسن. بغيت نوريكم كاغط البنات، شوفوا كاغط اللي خديت وهذا ديال هنايا وريت لكم انستغرام، انستغرام صراحه وريتكم دوس اوبسيونيس. شوفوا الكاغط اللي خديت هو هذا، ما عرفتش هيبان لكم مزيان. جا باس ديالو بيضه وهنايا فيه بحال الذهبي مالك بحال الذهبي، وجا مزيون بارتين كومو بحال شي اولا بحال شي او خاص. المهم جاو الصراحه جواعر عجبني بزاف. هذا خديته البنات من لي روي مارلين، انا عبرت العبار ديالي عاطيني خصني تقريبا نستعمل اربعه، شريت اربعه مع نحلهم شي كان غادي نحل عليه ثلاثه واحد غنخليها احتياط، حتى جات في الاخر ما استعملتش شي بوس غادي نرجعو بوركي كل واحد فيهم 40 ديال الايورو. يعني شريت اربعه الجهه هذه غتقامني 160 ديال الايورو. شنو عندي الجهه هذه؟ اي بابيل ماز باراتو ولكن ما جاتليش حاجه اللي تقنع، يعني ما فهمتها صراحه. عيت كنقلب عيت كنشوف، شفت في الي اكسبريس، شفت في امازون، شفت اكسيون، شفت في محلات هنا، شفت في على هنايا، ما
باش صراحه شي حاجه اللي سقناني وصافي شي يدي ليا يعني الوارد اليوم اللي غادي يجي غادي يعاوني هو ان شاء الله باش نعدلوا هذا الكابل. نسيت ما قلت لكم شي شريت الماتيريالات ما نوري لكم شي دابا غنزبق وقين حيد هذا الميسا هادشي هذا كامل ومن بعد غادي نوريكم كل باش على الصق والماتيريال اللي شريت من عند اكسيوم باش للصق كامل. ومن بعد دوزت خويت الدنيا باش نجبر فيه نخدم خويت هذاك الروليان اللي كنت حاطه فوق الميسا وميسا وكراسه ديالها. بالنسبه للميسا ان شاء الله يا ربي باغا نبدلها في اقرب وقت بالخصوص من عدلت كاغط جديد الميسا ما بقيتش حاملها حتى كولوريس مع انتما غادي تشوفوا من بعد كولوريس ما كنعيش مع بعضياتهم. ومن بعد مشيت نحيز بريزات ديال الضو والستارو ديال الضو واش نقدر نخدم على خاطري. ودابا غادي نشوف نطلع نحيد هذا شنو هادي شنو اسمها هادي نوصي هاد الريخة عنحايدها باش نمسح اذا كانت شي غابرة ولا شي حاجة باش ماشي سنبدا نعدل الكولا في الحايد وداكشي وطحلي لها الكولا وتخسر لي كل شي. ايوا طلعت نحاول نقلع ديك الريخه كانت مشبره بمسامر ابارتي ملي عدلنا الكبس في الحايد وداكشي بحال اللي زادت لصقات شويه اكثر عذبتني حت شويه كما الاخر حيدتها. عرفت كنحس بواحد الشمطه قد الدنيا بوالو الحمد لله على كل حال ولكن شوفوا يعني والو كما قد كنت فاكنا لاجور كنا نعملوا لاجور نعملوا السيمه نعملوا قف وكنا غادي نغطيو ديك الجهه هذيك ولكن الغالب الله ما تفكرنا شي ما صافي داكشي ما كانش كيبان لنا حدا الروينه كامله اللي كانت عندنا في الدار يعني ما كانش شي حاجه كبيره كنا غنعملوها في نص يعني ونورا الخدمه ومينوس كنا نعدلو ولكن الغالب الله. المهم دابا حنا مبغيناش نجيبو السيمه نجيبو لاجور وسخ الحيط وداكشي كامل حيت غادي نعملو الكاغط ان شاء الله ربي يغطى ما يبقاش يبان فزرتوني كنشطو كما قلت لكم يعني ضروري مني جيت نقلع هادي بوس هبطت شويه ديال الخشاش ونسخ الارض. ودابا قبل ما ندوزو نعدلو الكاغط غادي نوريكم الماتريال اللي شريت كولا باش غادي نلصق ما تديوهاش في الحاله. شوفوا الكرسي قدامي جالس الدنيا مرونه مقلوبه انتما عارفين. اول حاجه باش غادي نلصق صراحه انا دائما ملي لصقت الكاغط ديال الحيط دائما كنت كنلصقو ديما كنت كنلصقو بواحد بيغامينتو كنشريه من فرتيريا هذا كنت كنقرا عليه داكشي بوس لوكيت بان ماركه مزيونه شريته من اكسيون هذا خديته جوج اورو كيلو و 50 دابا غلطت جوج اورو 40 ولا هكذا صراحه سوبر بيان بوركي هذا كيعمل بزاف يعني كيعمل لك بزاف بزاف كيعمل لك موتشيسيمو كي جاب بنات واحد شوفوا عندكم دو سوبتيونيس اوبسيون نمره 1 كتجي واحد ستيله كتكون واجده يعني مخلطه بيرو كتكون غالية واحد شويه بارامينو فالي لابينا صراحه بوركي كتشريو بولبو كتخلطوه مع الماء عادي خصكم يكون عندكم غير سطل والماء كاينش واحد ما عندوش شي سطل وشي ما في الدار كتشريو بولبيتو يصالي موتش ماس ايكونوميكو صراحه الله يعني انا شفت في شو نوريكم شوف عادي شعيب لكم كاين واحد بولبو انا دابا غنخلطها معكم وتشوفوا. ومن بعد جبرت خوصه لادو هاد كيت هذا كومبليتو اللي كيعمل تقريبا 5 يورو لكن صراحه ما كومبينسيو عجبني بزاف. انا غنوري لكم دابا شنو فيه ونياش كتصلح كل حاجه هما فيه خمسه ديال الحاجات ما كتفهم معاكم صح. انا مشيت باش نجيب غير هادي شو انا مشيت باش نجيب انا مشيت باش نجيب هادي ولكن ملي جبت كيت كومبليتو ب 4 يورو شي حاجه يا بيا دي تودو بوز ديغو ميرا غادي ندي هادي يا بنات شوفوا وحده بحال الشطافه هادي كيستعملوها باش كتعملو باش كيعملو كولا في الحيط يعني ملي غادي نخلط ان شاء الله الكولا في واحد السطر غادي نبقى نهز بهذا وندهن الحيط باش يلصق لي ان شاء الله الكاغيط. من بعد كتجي معاه هاد العيبه هادي هادي عجبتني بزاف هادي بها كتبقاو نورمالمون انا كنستعمل شي تارخيطه تارخيطه كريديتو ديني كارني دي كوندوسي كنستعمل شي تارخيطه بير هاد المره هادي غادي نكون بروفيسيونال وغادي نستعمل هاد العيبه هادي اللي كتبقى يعني نتوما كتعدلو الكاغيط ونتوما غادي تشوفو كيفاش غنستعملها كتبقاو بها كتبقاو تسكيو في الحيط وتعدلوه. لوغا بارتي هادي ضنيت انا باش كيحيدو بها بربوخات معرفتش يعني هادي غير اللي ضنيت انا سي كوريكتو كوريكتو بحال اللي كتحيد بها بربوخات كتقاتل بهاديك كتزد تلصاق وكتحيد بربوخات كاملين هادي عامله كما كتشوفو نوصي بحال حكم سيكون انا سبونخه بو سيغوا ولكن قاصحه كيما كيجينا بالي با ابارتي كيجينا هاد العيبات هادو هذا مكتوب هنا بان كيخلطوا به هذا اللي حمار كيخلطوا به وهذا مقص صراحه انا عندي مقص ولكن بدا كيحفق قلت هو هذاك فرصه غادي ندي هذا غادي نستعملو دابا حيت الطول كما كتشوفوا سوبر لارغو غادي نستعملو دابا نسقطي وداكشي وان شاء الله يا ربي غادي نخليها عندي في الكوزينه وفي الدار نستعملو. ايوا حبيبات هذا هو الباك
كومبليتيتو ديالي اللي غادي نستعمل ان شاء الله اليوم. انا الكافيت غادي ندوز مع هاد الكولاش. وبالنسبه لهاد الكولا هنايا الله ولي كيقول لكم مثلا شحال المتر كواضراتوس عندكم. بحال حنايا عندنا كيف متر كواضراتوس 15 متر كواضراتوس يعني دلول يعني خاصنا نوجدوا 3 ديال اليترو الماء مع بولو. بالنسبه لشحال خصنا نعمل دو بولو حيت كان زعما كنقلب وكنحاجو داكشي ما فهمتش ما مكتوبش ما واضحش فهمتوا يعني عندكم مكتوبه كان ما واضحش مزيان. ولكن ملي بقيت انا كنشوف شفت بان هاد زعما هاد بوطي هذا ماكسيموم يعمل لك 3 ديال اليترو وانا عندي 3 ديال اليترو يعني غادي نعمل نص ديال البوطي. دابا غادي نوجدوا معكم باش تشوفوا كيفاش غادي نوجدوا. صافي اول حاجه غادي نعمل الماء واخا كتشوفوهم فردو هاد الماء ديال الكريفو ماشي الماء ديال الشرب. غادي نستعمل 3 ليتر هذا استعملته غير باش نعبر. هنا عندنا ليتر ونص نكبو الماء خصو يكون بارد ما تعملوش الماء سخون مره يعني عندكم تعملوا الماء سخون. فردو ما عقربش جري 3 ليتر وهو ليتر ونص ثاني قالوا لي بان هذا غادي يقدني في السق الحيط كامل كنتمنى يعني قليل الصراحه. ودابا غادي نكب النص ديال الباكيه وبعد تطلع لكم الخلطه مزيان خاصكم تبقاو تكبوا شويه وانتم كتحركوا شويه بشويه حتى تكبوا مقدار كامل اللي محتاجينه ومن بعد خاصكم تخليوها 10 ديال الدقائق وبيد من كولا كترتاح. دوزنا انا واسامه باش نعبروا يعني بالضبط انا ما سمعتش كان عندي لابار كان خصنا نعبروا بالضبط باش ندوزو نقطعو كاغيط كما شفتو يعني خصكم ضروري يكون عندكم شويه ديال التيسع قدامكم فيه تخدموا. ما فرشت داك كاغيط في الارض وبقينا كنعبروا انا واسامه كناكدوا بالضبط لابار. وهنا كما كتشوفوا كان ماركي انايا في جوج ديال الجهات باش من بعد غادي نعملونا لينيا ريكتا لينيا اللي غادي نقطع. ما بغيتش يعني نقطعها يعني ميزاني باش يجي داكشي معوض وما يديناش الكاغوط ما نعملش الديفو فوق الديفو. المهم ملي قطعت اول ديره دوزت نحاول نعدل ديره اخرى قدامها غير شنو عييت معاه كنحاول بحال اللي نلصق الرسم يعني الرسم الاولاني مع الرسم ديال الثاني والو يعني صراحه تعذبت بزاف y no he conseguido que queden 100% encajados, pero bueno, no pasa nada, al final el resultado ha quedado bastante bonito igualmente, ولكن كما قلت لكم يعني بقى فيا الحال porque ما عرفتش علاش نو انكاجان. وشوفوا مع الاخر الكلام اللي دازت 10 دقائق كيفاش ولات. ورنا اسامه كيفاش ولات بحال شي خيلاتينو. طبعا حنا قطعنا 3 ديال الكواغوط الاولاني الثاني والثالث وانا غادي نضل نلصق بالي انا كيعجبني نلصق بالكوسا ما عنديش اكسبيريانس انا عايز كنلصق بالكواغط انا غادي وصل ما غادي يعاوني وانا غادي نلصق. ودابا صافي كما كتشوفوا بديك الشيء الطابه اللي خديت من اكسيون دوزت نعدل الكولا في الحيط. انصحكم تعدلوا غير الجهه اللي غادي تلصقوا فيها الحيط ديك الساعه يعني مثلا تعدلوا الجهه واحده من بعد عملوا كولا الجهه اخرى حيت سي تعدلتوا مثلا الحيط كامل راه غادي يبس لكم كيبس ضاغيا على داكشي عدلو الطرف بالطرف. هنا وسما كنعدل البارتيت من فوقي وانا هنايا كنلصق الكاغيط. قال لي وسما خليني نطلع نلصقو انا قلت والو خليني باش نعدل داكشي على الذوق ديالي وعادي كان مو اكسبيرتا في اللصق ديال الكاغيط. دابا عدلنا اول جهه ما عرفتش شنو كيبان لكم اوسكورا كيبان لكم كريس ولا علاقه مع مباشره الضوء شويه عدلنا اول تروسيطو وتكمل العسل اللي جاتني في باك اللي خديت من اكسيون. الصراحه عاونتني بزاف بزاف الخدمه كتعاونني باش الكاغط كيلصق مزيان وما كيبقاوليش يبربوخات. انا حبوبات ديالي حنا ماشي خدامين باقي بزاف نقطع داك الشيط هذيك كامله ما عرفتش فاتكم الحاجه بي والله ما كيعطيها هايده يمكن شويه هكذا شويه. هنايا جابين داك الديفو غادي نعدلوه ماشي مشكل حيت عندنا الفتحه من جهه اخرى غادي نحاول نعدلوه ان شاء الله ربي ما يبقاش هايده. بيرو بقات نقطع من فوق داك الكاغط اللي زايد نقطعو كامل والتحت كذلك وباقي الجهه هذه كامله. وداك الملاسة عاونتني حتى ملي نجي نقطع باش نقطع الريكتو بحال اللي غنقول لكم باش ما ندخليش يدي في كاغط ولا شي حاجه استعملت واحد الكوتر وبقيت كنقطع داك الشياطه كامله اللي كانت عندي لتحت ومن بعد قطعت الشيطه اللي عندي الفوقي باش نشوفها كبادو فينال. خيرا واخا ما كيبان لكمش مزيان حيتاش مهبط الرتاح خاصني نركب بيزا ديال الضو هبط الرتاح علاش نشعل لكم طايب لكم ميخور. ولكن واخيرا سالينا وصافي في الصلاه ديال الجامعه الصلاه ديال الجمعه بلاتين من ركب البيزا نشعل لكم الضو باش تشوفوا الرتاح فينال معوض.
يمكن في هذه اللقطه هذه يبان لكم شويه اكثر كرور ديال الكاط صراحه مباشره 1000 درجه احسن من التصاور احسن من الفيديوز. الفيديوز ما كيعطيش شي حقه الصراحه. المهم على كلنا عجبنا الريزولتادو جا مزيون لي هذا دو اون توكي ديفيرنت حيت الدركه بدات كتطلع لنا فراسنا كامله بيضاء. انا كيعجبني البيض ولكن ماشي كلشي كلشي يعني كتبان لنا كتصاور الريضه سين بيرسوناليات كان على قلبي شي توكي هيدا هنا كنوري لكم كغات شويه عن قرب. ايوانو بالنسبه ديال الريزولتادو فينال هو هذا. انا رجعت مستوى الكراسه ديالها خصني نقول لكم بان مستوى الكراسه ما قنعونيش بزاف مع كغات ولكن حيتاش ان شاء الله يا ربي قريبا غادي نبدل المسه. وحتى لنا توصل الفيديو ديال اليوم كنتمنى بكم عجبكم تهلاو لي فراسكم.